جاءت أسئلة، يعني في سؤال بصراحة يعني اتخضيت لما قريته. أنا ابني ضربني أكثر من مرة، كل مرة يعتذر وأنا عندي إصابات في كل مكان، هل هذا عقاب من ربي؟ يعني شوفوا يا جماعة، كاد القرآن أن يأمر بعبادة الوالدين. يعني هتلاقي في سورة النساء مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به وبالوالدين إحسانا. يعني عارف دايما بعد عبادة ربنا الوالدين. وفي سورة الإسراء يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني مجرد هو في واحد يجي يقول أف، لا ده هي يعني التأفف، يعني إن واحد يخرج هوا من بقه كده ضجرا، يعني مش عاجبه طلع هوا كده لا سمح الله يعني، ها فاستغفر الله. ازاي تعمل كده قدام بابا وماما؟ ما ينفعش. يوم واحد تصل بيه يعني الاجرام، يصل بيه الاجرام انه يرفع يده على احد ابويه، دي مصيبه، دي كبيره من الكبائر. ده النبي عليه الصلاه والسلام انبأ انه من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر، ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. الصحابة ناس متربية، لما النبي قال كده قالوا ايه ده يا رسول الله؟ لا، هو في حد يلعن والدي؟ مش ممكن، مش ممكن، هو في حد يشتم ابوه وامه؟ مش مستحيل، ازاي يا رسول الله؟ عارفين النبي قال ايه؟ قال لا 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 لا، انتوا فاهمين غلط. يعني ايه يلعن الرجل والدي؟ يسب الرجل ابا الرجل، سيد يشتم زيد، واضح كده؟ يسب الرجل ابا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، يقوم زيد يرد على سيد يقول له أنت بتشتم أبويا، أنا أبوك وأمك. فسيد ده كده ارتكب أكبر الكبائر. ليه؟ لأنه سيد تسبب في شتم والديه. ده مجرد أنه تسبب، ده مش سيد راح لأبوه وشتمه، راح لأمه وشتمها، لا، ده سيد ما راحش لأبيه ولا لأمه ولعنهم كده، لا لا لا، ده سيد كان بيشتم واحد تاني، فقام التاني ده شتم أبو سيد وأم سيد، بس هو ده من أكبر الكبائر، أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ إزاي يعني؟ مش ممكن. قال لا لا لا، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. من أكبر الكبائر إن واحد يتسبب في شتم والدي، يتسبب في شتم والدي، مش هو اللي شتمهم، ده من اكبر الكبائر. ايه البلوى السودة دي؟ امال لو شتمهم بقى مباشر، ايه اكبر الكبائر مثلا؟ امال لو ضربهم، لا ده يروح يحجز له مكان بقى في جهنم والعياذ بالله. ينقله حاجة كده، ما هو يعني ازاي؟ ما ينفعش. تخيلوا حضراتكم، اول ما الانسان يتفطم، اول وصية من ربنا، أول وصية من ربنا للإنسان لما يتفطم، شو؟ ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اتفطم. أيوة، أول حاجة بقى أن اشكر لي ولوالديك. تخيل، تخيل ربنا يقول أول حاجة تعملها في حياتك أول ما تنطق أنك تقول الحمد لله، شكرا يا أبي، شكرا يا أمي، ربنا ما يحرمنيش منكم. تخيل هو يضرب والدي، إيه البلوى السودة دي؟ معلش يا جماعة سامحوني، يعني أيا كانت الأسباب، تقوليش أصل وفصل، أصل أبويا عمل، أصل أمي، أيا كانت الأسباب ما ينفعش. فإحنا محتاجين المربيين، عايزين نغرس بر الوالدين في أولادنا منذ الصغر، وعايزين المدرسة ليها دور، والنادي له دور، والإعلام له دور، والمسجد له دور، كل المؤسسات التربوية. فين بر الوالدين في مجتمعاتنا؟ الولد بيبر صديقه ويعق أباه، والبنت تبر صديقتها وتعق أمها، تبقى مش طايقة لمامتها كلمة، والله بشوف حاجات مش طايقة لأمها كلمة، وإنما صاحبتها على قلبها زي العسل. إيه البلوى السودة دي؟ نسأل الله السلامة. ربنا يحفظ أولادنا وينبتهم نباتا حسنا،
ويجعلهم من الأبرار. يعني حتى لما بيتولد مولود، آخر حاجة بقى نختم بها الحلقة بتاعتنا، لما بيتولد بيبي صغير كده بروح أهني بقى، أهني أقول إيه؟ أقول لأهله بقى شكرتم الواهب، يعني يا رب يجعلكم كده شاكرين للواهب اللي هو ربنا، وبورك في الموهوب البيبي الصغير، ورزقتم بره، يا رب يجعله من الأبرار، ورزقتم بره وبلغ أشده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الأبرار.